اهلا بيكم في فيديو جديد عن مسلسل طائر الرفرف، وجايبه لكم النهارده فيديو مميز جدا في ملخص لاحداث الحلقه 79 و80 من مسلسل طائر الرفرف، وكمان لقاءات حصريه مع ابطال المسلسل اللي هتكشف لنا حاجات اول مره نسمعها. الحلقه دي مليانه مفاجآت واحداث كبيره جدا. فريد هيسيب ديار يوم الزفاف، وهنشوف إذا كان هيقدر ينقذ سايرن من اللي هيحصل لها من سنان. استنونا لآخر الفيديو علشان كل التفاصيل مشوقة جدا. لكن قبل ما نبدأ الفيديو، ياريت لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله أول بأول. ويلا بينا نبدأ الفيديو. نبدأ بأول مشهد من الإعلان الثاني للحلقة 79. فريد واقف وهو ماسك خاتم خطوبته من ديار، وبيتكلم مع سايرون في اللحظة دي وبيقول أنا النهاردة هتجوز. الإنسان لازم يحب ويتحب. بعدها بنشوف سنان مع سايرون بعد ما وافقت على إنها تكمل معاه، لكن فجأة بتقوله لا يا سنان لا أستطيع أن أفعل. والمشاهد بتيجي تباعا لفرح ديار وفريد، وسايرون اللي سابت سنان ومشيت بعد ما قالت له إنها عايزة تتطلق. تفتكروا إيه اللي هيحصل؟ وفي اللحظة اللي فريد واقف فيها على الشرفة بنشوف سايرون قدام القصر. المشهد بينتقل لعابدين وهو بيواجه آل كرهان وبيقول أنا عابدين كرهان اللي هالس أغا قتل باباه ومامته. المشهد بعد كده بيرجع تاني لفريد اللي بيقول يا ترى يا جدي عملت إيه؟ وفي نفس الوقت سايرون بتطلب الطلاق من سنان، وفريد وعابدين بيتخانقوا. فريد بيقول ايه اللي انت عايزه يعني، وعابدين بيرد عايز العدالة. واضح ان الحلقة دي هيكون فيها احداث كتيرة جدا. نرجع تاني لسنان وسايرون. سايرون بتقوله مش هقدر المسك ابدا، وسنان بيرد وبيقول لها علشان فريد لسه في بالك صح. بنسمع صوت حد بيقرأ رسالة، وبعدها بنشوف سنان وهو بيكتب رسالة وبيقول لسايرون خلينا ناكل آخر عشاء مع بعض. وفجأة بيجي تليفون لعابدين اللي بيقول لفريد إن سنان ساب رسالة انتحار وخد سايرون معاه. الموقف بيبقى صعب جدا، وفريد بيسيب ديار في يوم فرحهم وبيروح ينقذ سايرون. والحد هنا والإعلان التاني بيخلص. معانا كمان لقاء حصري مع بيلين أكيل اللي بتقوم بدور ديار في المسلسل. الصحفي بيسألها عن علاقتها بفريد وبتقول إن في فعلا فرح في الحلقة اللي جاية، لكن إذا كان هيحصل حاجة أو لأ مش عارفة، الجمهور هو اللي هيشوف بنفسه. أما عن حب مارت وأفرا إن الناس بتتكلم عنه، ردت قالت إنها نفسها تشوف سعادتهم في وقت قريب. كمان معانا تعليق لعفرة سرات أغلو اللي بتقوم بدور سايرون. كتبت تعليق قاسي على صورة سايرون على الانستجرام، قالت فيه عودي إلى عقلك، وواضح إنها مش راضية عن تصرفات سايرون مع فريد. انتوا كمان قولولنا في التعليقات ايه نصيحتكم لشخصية سايرون. وفي النهاية استنوني في الفيديو الجاي مع باقي الأحداث المثيرة، وشاركوني رأيكم في عن الحلقة 79 من مسلسل طائر الرفرف. وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.